عضو مجلس إدارة مركز راشد والرئيس التنفيذي لشركة بريزم، رحب بيك النهاردة في احتفالية خاصة جدا، احتفالية مهمة جدا لذوي الإعاقة مع شرطة دبي ومع النجم الكبير حسين فهمي سفير النوايا الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء البادرة جدا ممتازة أن نحن نربط اليوم ذوي الإعاقة مع حقوق الإنسان في العالم بأجمعه، واليوم يوم اعتبره يعني انجاز للدولة وللشرطة ان نحن اليوم ندمج اكثر يوم عن يوم ذوي الإعاقة مع المجتمع. وطبعا الاستاذ حسين فهمي غني عن التعريف اموره الانسانية ومشاركاته في الفعاليات والمناسبات الموجودة لذوي الإعاقة، ونحن نبادر من عنا ونشكرهم جميعا على المبادرات المبادرة منهم، وإن شاء الله نتقدم على وتكون في فعاليات أكثر وأكثر معهم إن شاء الله. الحق في اللعب، الحق في التعليم، لكل منا الحق في الهوية، في حرية الاختيار، في حماية من استقلال. أكتر حاجة لفتت نظرك النهاردة في المؤتمر والكلمات والابتكارات الجديدة لحماية ذوي الإعاقة؟ الابتكارات أول شيء أن هذا نحن دمجهم مع المجتمع يؤدي إلى يعني الرفع مستوى النفسي عند الشاب اللي يحس نفسه عنده نقص، يحس نفسه جزء من المجتمع، فتطلع ابتكاراته وإبداعاته، لأن الريال مهما يكون عنده نقص لما تعطي الفرصة أن يطلع بأشياء أفضل ويمكن أحسن من الصاحي اليوم. ولفت نظري اليوم في المؤتمر وكلمة الفنان حسين فهمي، القدرات الخاصة أو الاحتياجات الخاصة أو معاقين، نحن نقول القدرات الخاصة اليوم نحن أنا بشخصي يعني مأيدنه أنهم عندهم قدرات خاصة، بس لكن القدرة الخاصة إذا واحد عنده عمل خارق نقول أو واحد صاحي عنده إمكانيات زيادة احتياجات عندهم إمكانيات زيادة، لما تلاقيهم ما بيسمعوش وبيرقصوا على النغمة دي إمكانيات زيادة. بس لما نحن نقول قدرات، هل يفهم المجتمع جميعا القدرات الخاصة يعني احتياجات خاصة؟ هذا سؤالي أنا للأستاذ الفنان حسين فهمي. إن احتياجات خاصة نعم أنا معه، المعاقين احنا ندري هذا احتياجات خاصة، بس القدرات الخاصة يعني واحد عنده امكانيات زيادة بس ما ادري انه هو معاق، فهذا ما ادري يمكن رأيي صحيح وان شاء الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وسعيدة ان انا معاكم هنا في دبي في احتفالية مهمة، وشكرا لك انت. الله يسلمك، مرحبا. سعيدة جدا النهاردة في دبي اني بشوف تكريم كبير لمصر في النجم العربي الكبير الفنان حسين فهمي من شرطة دبي ومركز راشد لذوي الإعاقة في احتفالية كبيرة جدا للابتكار والتحدي لذوي الإعاقة، ولكن النجم حسين فهمي بيقول ذوي القدرات الخاصة واحنا بنحترم ده منه. بقول لك ألف مبروك تكريمك النهاردة وجودك النهاردة كسفير للفن وسفير للنوايا الحسنة وحضور مهم جدا لدعم ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات. أنا بشكرك جدا وطبعا بشكر شرطة دبي على هذا التكريم وعلى وجودي بينهم. بقالي سنوات طويلة جدا بعمل في مجال حقوق الإنسان وبالذات حقوق ذوي القدرات الخاصة، هي تعبير أنا بشوف أنه نابع من ثقافة معينة لازم ننميها في العالم العربي، ان اخواتنا واولادنا من ذوي القدرات الخاصه ما يتقالش عليهم ذوي احتياجات او يتقال عليهم ذوي اعاقه، لان دي اولا جريحه بالنسبه لهم، وبعدين بيحسوا ان في فرق بينهم بين ناس اسواء كتير حقيقه ماشيه ولكن عندهم اعاقه ذهنيه معاقين اكزاكتلي بالظبط كده. فانا بفضل ان احنا نغير التعبير، والنهارده العالم الحقيقه بقى لنا سنه دلوقتي بنستعمل تعبير جديد اسمه انتلكتشوال ابيليتي، يعني
والرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة استخدم نفس التعبير اللي أنا كنت يعني بتحمس له وبنادي بيه بقالي فترة، وهو ذو القدرات الخاصة. فهي دي الفكرة الأساسية، وأنا متواجد هنا طبعا مع مركز راشد، وبتمنى لهم كل النجاح وكل التقدم، وخصوصا أن هناك ابتكارات بالنسبة للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة، بحيث أنهم يندمجوا في المجتمع ويبقوا جزء من هذا المجتمع، وما يشعروش أن هم بعاد عن أي إنسان آخر نقدر نقول عليه سوي في هذا المجتمع. يمكن انت جسدت شخصية ذوي الإعاقة في فيلم من أفلامك، كان من أهم الأدوار. أكتر من مرة عملت أكتر من حاجة، عملت مرة كفيف، وعملت مرة أرضا يعني إعاقة خاصة جسدية بالذات يعني. وأنا بشوف إن دي أولا أشياء كثيرة جدا، الشخص مالوش يعني ملوش مش هو السبب في انها تحصل، يعني ارادة ربنا، لكن هو بيبقى متحدى وبيستطيع ان هو يغير من كيانه، وبيغير من تعاملاته مع المجتمع، ولازم المجتمع ايضا يغير من ثقافته في تعاملته مع يعني اصدقائنا من ذوي القدرات الخاصه. شفت استقبال اهل دبي ليك ازاي؟ الحمد لله دايما. والكليب الجميل اللي لخص مشوارك وحبهم وفي اخر يعني طبعا الاعلان الشهير ليك وحب الناس وتسقيف الناس. الحمد لله، انا شعب جميل ولطيف ومواقفه عظيمه جدا مع مصر. أكيد طبعاً. وفي النهاية أحب أعرف آخر أعمالك اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله بقى حاجة عشان رمضان كالعادة، ويمكن نعمل إعلان تاني كويس كده. إن شاء الله، ده من الحاجات اللي حاجة دمها خفيفة. أتمنى لك كل التوفيق، وهسيبك تسعد بلحظات جميلة مع أطفال كلنا بنحبهم وبنقدرهم. أشكرك جداً، شكراً لحضرتك. وزي ما عودناكم الصبح بنبتدي يومنا في مهرجان دبي من هنا، وهنا يعني ميك اب فور ايفر، يعني الجمال، يعني الريد كاربت والمفاجآت والتغييرات. تمارا حبيبتي الغالية هي اللي بتجمعنا كلنا في ميك اب فور ايفر، ودايما هي اللي بتجمعنا في اجمل صورة على الريد كاربت. ميك اب فور ايفر طبعا هو الاساس مع الشعر، بعد كده بننزل الفساتين، كل واحد بيلبس الديزاين اللي بيحبه وبيلبس، بنشوف مهرجان بقى على الريد كاربت. بس الاول هنبدأ وهندخل علشان نشوف مين اللي جاي يعمل ميك اب، ومين بيعمل ايه، وايه الالوان اللي السنة دي، وايه الحاجات الجديدة. وانا يمكن لابسة عباية كلها نجوم، كلها فنانين، عاملاها لي سيرين حلاج، وهي عباية النجوم لمهرجان النجوم، مهرجان دبي 2015. هنعيش معاكم وانتظرونا مفاجآت كتير، نجوم كتير يعني العالمية والعربية والمصرية، تكريمات وأفلام، حاجات كلها تعجبكم. ولكن البداية ابدأوا معايا من ميك اب فور ايفر. انا بحب ان انا دايما افرجكم الحاجة اول باول، وزي ما انتم شايفين كل ركن ده ركن جديد، مركزين على الرموش والالوان الجامدة دي، الموضة السنة دي في ميك اب فور ايفر. هندخل نشوف مين جوه وبيعملوا ايه. صباح الجمال، صباح ميك اب فور ايفر، والمفاجآت للمهرجان، ومتعودة دايما ابدأ بك يوم. It's my pleasure. هيدا شرف لإلي إنه بلش معك وبلش معنا، ونحن كل سنة صرنا مثل هلا كنا عم نحكي إنه كم سنة صار إلا مع بعض. 12 سنة دلوقتي. 12 سنة مع بعض. صرنا معودين على بعض ونفهم بعض. عايزين نعرف الألوان الجديدة. أنا شايفة الصور بتاعتكم ألوان صارخة، فهل دي برضو ورموش تقيلة جدا دي اللي هتبقى على الريد كاربت؟ الريد كاربت الموضة السنة كله على الرموش، والرموش اللي مش عادية. يعني نحن السنة مثل ما عودناكم انه على طول كل سنة ميك اب فور ايفر بنجي بافكار جديدة، والسنة الترند او عم نعمل ترند جديد او فكرة جديدة انه نعمل كاستمايزيشن للاشز. هلا العالم كلهم بيعرفوا انه الرموش وبيلبسوا رموش، بس في كتير ناس مش عارفة انه الرموش لازم تنعمل بطريقة تناسب كل سيدة. يعني اليوم انت بتعملي كونتورينج لوجهك بطريقة بتناسب وجهك، نفس الشيء
لازم تعملي بالرموش. سو نحن موجودين السنة بالفيلم فيستيفال. أول شيء كمان في عنا للكومبلكشن الألترا اتش دي اللي كل العالم عارفه شو هو للكومبلكشن والرموش رموش رموش رموش. سو السنة رموش كتير. سو يعني لو لقيتوا رموش تقيلة النهاردة على الريد كاربت اعرفوا ان ميك اب فور ايفر السبب. يعني وانا كان نفسي اطلع كده باللون الموف ده او اللون الاحمر يعني كده هيك بتكون اكزيبيرنت. هيدي واحدة من البراند فاليوز قيم البراند انه نحن اكزيبيرنت وارتستيك وفاشن. سو كله منترجمه بصورنا. بس مثل ما شايفه حتى رموش كتير يعني السنة. مين اصعب وش نجمة عملت لها؟ لا ما في حدا صعب صراحة. مثل ما بتعرفي نحن بروفيشنال براند وتكوني بروفيشنال بيكوني درسي تفاصيل الوجوه كلها. سو بيكون مرق معك كتير هيدا. سو بتصيري تعرفي تشتغلي على كل نوع وجه. سو مبدئيا بالنسبة لنا ما في وجه صعب. بس التشالنج أو اللي هي انه بدك تعملي شيء وتحبه وبنفس الوقت يكون انت الشيء عملتيه مزبوط. لانه في كتير ناس سمتمز بتعملي لهم كونتورينج بتحطي لهم الوان تبرزي جمالهم بكونوا هن مش معودين عليها. سو ما كتير بيتقبلوا الفكره قبل. سو بدك انت تعملي بالانس بدك تعملي توازن بين الاثنين. انا سعيده ان انا دايما ببدا يومي في ميك اب فور ايفر وهنسيب الكاميرا تتجول وتشوف النجوم وهي بتبدا يومها هنا من ميك اب وشعر وبعد كده بقى الازياء. وفي مصممين ازياء كتير السنه دي هيكونوا على الريد كاربت مع النجوم. وسلم لي على تمارا. تمارا مش كل مره اجي ما الاقيكيش يا تمارا. بس منتظرين الحفله بتاعت ميك اب فور ايفر ان شاء الله. ان شاء الله يلا ان شاء الله. بتمنى لكم سنه تكون ناجحه مثل كل سنه ان شاء الله وبنشوفكم كل يوم. سيرين الحلاج من مصممين الأزياء اللبنانيين اللي عايشين في الإمارات واللي أنا بعتز بيها واللي هتشارك في الريد كاربت. هي عاملة لي عباية النجوم دي وهي ليها علاقة بكل النجوم وأجمل نجومنا وأجمل نجوم السينما المصرية احتفالا بالريد كاربت وأحلى النجوم. يعني طبعا هي ليها أذواق غريبة وهي عاشقة للسينما المصرية ودايما السينما المصرية في كل تصميم مطعم. فانا بحييها وبقول لك منوره حبيبتي منور بوجودك. حبك للسينما المصريه بيخليني احبك قوي. وانا بحبكم قوي جدا بصراحه. وفعلا هي هذا شعور يعني اكبر مني حتى. وحتى لو انا كنت عم جرب اعمل اي شيء ثاني بلاقي حالي رجعت لنفس الثيم اللي انا بحسه وبفتخر فيه كثير وهو السينما المصريه وكمان تراث عربي كثير انا بفتخر فيه صراحه. السنه اللي فاتت عملتي قلق بعبايه ام كلثوم وناس زعلت ان انت حطاها على الظهر وليه مش حطاها قدام وكانت قلق. بس في النهايه العبايه اكلت الجو وعملت جو حلو. السنة دي بقى ايه مفاجآتك في التصميمات؟ انا كنت حابة بس اقول شيء انه هي ام كلثوم بالقلب وهي فنانة يعني ما في حدا ابدا بيقدر يحدد مكانتها. هي مكانتها بقلوبنا كلنا ولما نحن بنحطها على اي شيء هي الفكرة ان هو التصميم. يعني انا لقدر احط ام كلثوم بكل حجمة بدها تاخد مساحة كتير كبيرة. فدفنت لي ان حطيتيها قدام او حطيتيها ورا هو ما له علاقة ابدا بشأنها. هي يعني اعلى بكتير من انك تحطيها بأي محل غير بقلبك صراحة. يعني والسنة كمان في مفاجآت خاصة هلأ اليوم على الريد كاربت حيكون كمان انسبايرد من كل التراث المصري القديم والجديد. ونحن كمان إن شاء الله محضرين هلأ فاشن شو مع شركة دو أند دان ومدام عبير رفاعي. وكمان حيكونوا مفاجآت خاصة حيكون هو عبارة عن إحياء لذكرى كل الفنانين اللي توفوا السنة الماضية حتى نحن نضل هن جواتنا وضلهم ببالنا وضلهم كمان موجودين بالفاشن. بتكوني بوليس على الريد كاربت تشوفي ايه الحاجات تنتقدي الموديلات بتحبي الازياء يعني بتشوفي الازياء ازاي عبر. دفنت لأي حدا بيشتغل بهيدي المهنة هي مش بس بالريد كاربت هي 24 hours 7 over 7 يعني انت طول الوقت تضلك مواكبة الاحداث مواكبة الموضة طول الوقت قاعدة على شو المصممين العالميين والمحليين واي شيء له علاقة بالفاشن. it inspires us يعني بيلهمنا بناحية او باخرى يعني شيء اكيد. واكيد مش بوليس هو بالنتيجة انا بحترم اراء كل الفنانين مبدئيا وكل المصممين ويعني فخر لألي مين ما كان المصمم انه وقفوا على الريد كاربت ان كان هون ولا ان كان برا. وطبعا
انا بكون لي تحفظاتي، بس اكيد مش اني انتقد ولا حتى اي حدا، يعني هذا ذوق بالنتيجه وله مثل ما بيقولوا جمهوره وله الاشخاص اللي بحبوه والاشخاص اللي لا بفضلوا انه ياخذوا الكلاسيك اكثر. يعني دفنتلي انا بحب الفاشن الاكستريملي ويرد يعني والاكستريملي. يمكن الفاشن بتاعك بعيدا شويه عن ايه دفنتلي. انا بشتغل اكثر اشياء لها علاقه بالاشياء اليدويه والتراث والاشياء اللي بتشتغل اكثر على الفابريك نفسها، يعني بيكون الشغل بالفابريك نفسه بال 3 دي دايمنشنز تبع القطعه اكثر من الشك والكوتور، يعني ابعد شوي من هيدي القصص. انا ممكن اسيب لك العبايه تخش بيها على الريد كاربت النهارده عشان تاخد الشو بتاعها ويشوفوا نجوم مصر الجميله، نجوم زمان والنجوم دلوقتي، وبعدين السنه الجايه بقى تعملي النجوم الحاليين الشباب. يعني طبعا دي زمن الفن الجميل اللي موجود على العبايه، كل نجومنا الحلوه ناديه لطفي عبد الحليم وشاديه، مش عايزه انسى حد، ام كلثوم ورده، احلى النجوم اللي بنحبهم، وسعاد حسني، يعني هتشوفوا كعمر الشريف كوكبه فظيعه عاملاها من النجوم، واعتقد دي ممكن انها تعمل جو. ده شارع ام كلثوم، احنا هندخل محراب ام كلثوم ومحراب الفنون. بشكرك وبحييكي وان شاء الله نشوفك على الريد كاربت، ودايما مهرجان دبي كل المفاجآت الحلوه بنشوفها في مهرجان دبي.